يقول ابن الجوزي رحمه الله: كنت يوما من الأيام نائما في المسجد فاستيقظت على صوت جنازة قد دخلت، فقلت سأصلي عليها فصليت، ثم قلت سأذهب لأدفنها معهم. ابن الجوزي لا يعرف الميت ولم يرى وجهه يوما، يقول: فلما انتهى الناس من الدفن انصرفوا جميعا، فتعجبت وبقيت وحدي، فجلست عند القبر ثم قلت: يا رب، هذا ضيف قد جاء عندك أنا لا أعرفه، يا رب هذا الضيف لو جاء عندي أنا وأنا لا أعرفه لأكرمته، فكيف بك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول: ثم خرجت وعدت إلى المسجد ونمت، وكنت على سفر فرأيت في منامي رجلا بحلة بيضاء، فقال لي: أأنت الذي دعوت الله لي؟ فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الذي دعوت له عند القبر، والله لقد غفر الله لي بدعوتك. اللهم سخر لنا من عبادك المخلصين من يدعو لنا بصدق وإخلاص فتجيب دعواه.